معلش اتأخرت عليك. لا ولا يهمك، ما انا عارف انك في الشغل. ما رضيتش تقول لي في التليفون انت عايزني في ايه؟ كلام اللي انا عاوز اقوله لك ما ينفعش تقول في التليفون. خير؟ عملت ايه في موضوعنا؟ لسه ما جاتليش اي معلومات عن موضوع التوكيل بتاع الجماعه الطليان. انا عارف ان انت والشارب حبايب، وفي موضوع زي ده لازم ارجع لك فيه. يمكن نقعد مع بعض بعدين. وسارة؟ مالها سارة؟ اعرف ان اجرتك وخطيبتك ما جابتلكش اي سيره قبل كده عن موضوع التوكيل ده. وايه دخل ساره بموضوع التوكيل؟ ازاي؟ انا اعرف ان ياسر وساره كانوا قاعدين مع جماعه طريانه في عشاء عمل يعني. انت متاكد؟ جريء يا عم عيسى، وانا اللي هجيب لك الاخبار ولا انت اللي هجيبها لي؟ اديني اسبوع بالكتير وهيكون عندك خبر. ولو زودت العموله شويه. يعني ايه؟ يعني اخليها لك 1,000,000 جنيه بس تجيب لي الاخبار في خلال 48 ساعه. قلت ايه؟ صباح الفل يا قائد. في صورة طازة لسه واصلة لي من الكافيه اللي اتقابلوا فيه. صاحبك عيسى لسه قايم حالا من قدام نعيم. ها عيسى، قريت الملف بتاع توكيل ايطاليا؟ قريته وعندي شوية ملحوظات عليه. غير ملحوظاتي؟ الملحوظات اللي عندي على الملحوظات بتاعت حضرتك كمان؟ ماشي يا معلم، دي يعني نتناقش فيها. تمام، هكتبهم لحضرتك على الكمبيوتر وابعتهم لك على الايميل. حلو قوي، هوصل مشوار صغير وارجع لك على طول. وانا مستنيك. عيسى، مش عايز افكرك تاني، ياسر مش عايز اي معلومه عن الفايل اللي تطلع بره. طمن يا مستر شريف، من ناحيتي انا مستحيل. تمام، بعد اذنك، اتفضل. ترد على التليفون ولا ايه؟ مستر ياسر. ايه؟ مكالمة مش مهمة؟ ده نعيم دونجل. نعيم دونجل؟ وعايز ايه بقى؟ عايز يديني 1,000,000 جنيه وادي له صورة من الملف ده. فهمت من نعيم انه عايز يخطف منك التوكيل ده بأي تمن. وسألت نفسي لو هيديني انا 1,000,000 جنيه هيكسب هو كام؟ هيكسب ملايين. ملايين كتير قوي يا عيسى. وعلى فكره لو كنت طلبت منه 2 مليون أو 3 ما كانش هيقول لك لا وهيديهم لك. بصراحه انا لما صالحتكم على بعض ما كنتش فاكر ان هو هيرجع يفكر بالطريقه دي تاني. بس هو ذكي يا عيسى. هو ذكي وانت طيب قوي زياده عن اللزوم. نعيم شايف ان ده بيزنس. وفاهم ان انت لما صالحتنا على بعض ان انا بثق في كلامك. بمشي ورا رأيك. وأكيد هديك معلومات عن التوكيل. بس اللي ما فهموش إن أنا مستحيل أخونك. أيوه. بس السوق كله بيفكر زي نعيم كده يا عيسى بالظبط. طب وأنت؟ أنا إيه؟ ممكن تشتري حد من رجالة نعيم علشان يخونه؟ أنا؟ طبعًا لأ. أنا عمري ما بفكر بالأسلوب ده خالص. طيب سيبنا دلوقتي من نعيم. دي ملحوظاتي على العقد بتاع التوكيل اللي يا رب ما تكون مضيته. ليه بقى؟ يعني في بنود كتير قوي ممكن تتعدل، ممكن هامش الربح بتاعنا يزيد 20% على الاقل. انا كان عندي نفس التفاصيل بالظبط. وعشان كده عملت مسوده جديده للعقد، هبعتها لك عشان تشوفها. تمام، تحت امرك. نرجع بقى لموضوع نعيم. ماله؟ بص يا عيسى، أنا عاوزك تديله تفاصيل كتير قوي عن التوكيل. تطلب منه 2,000,000 جنيه وهيديهم لك. وطبعا هديله معلومات فشنك. بالظبط. وهتاخد الفلوس كلها ليك. أنا آسف، أنا ما أقدرش أعمل كده. ما تقدرش تعمل إيه؟ أنا رفضت أخونك. بس في نفس الوقت ما أقدرش أخدعه. تخدع مين؟ ده شيء طبيعي. ده أقل عقاب ليه بعد ما كان عايز يخوني وياخد مني التوكيل. مستر ياسر، ربنا هو اللي يعاقبه مش انا. وتفرط في مبلغ كبير قوي زي ده؟ لو عشت طول حياتك تشتغل عمرك ما هتعرف تجمعه. مستر ياسر، انا ما بقبلش على نفسي فلوس حرام. حرام؟ حرام. الحرام هو اللي انت بتعمله يا عيسى.
وبعدين لما انت ما بتقبلش على نفسك فلوس حرام، ليه ما بلغتنيش اول ما نعيم كلمك؟ بصراحه خفت اقول لك وتواجهه، يبقى عنده فرصه يوصل للجماعه الطليان من سكه تانية. حبيت اضيع عليه شويه وقت لغايه لما انت تمضي التوكيل معايا. اهلا يا هانم. كنت فين؟ اتأخرتي ليه؟ كان عندي شغل كتير. شغل ايه اللي كان عندك؟ ولا كنت بتجيبي بنت شريف من المدرسه؟ وجايز كمان تكوني وديتيها النادي عشان التمرين؟ والله بقى دي حاجه تخصني. اه وتخصني انا كمان على فكره، والناس دي مش هتروح لهم تاني، وعماد ومامته لما يجوا هتقعدي معاهم. انت لسه بتفكر في الموضوع ده؟ اه لسه بفكر. مش هسيبك تفكري في شريف، خصوصا بعد ما مراته ماتت. والله انت مالكش كلام عليا، بابا موجود وهو اللي يتفاهم معايا. انا لسه ما خلصتش كلامي. سيب ايدي. اوعي تكوني فاكره انك هتمشيني على مزاجك، فاهمه ولا لا؟ وليد، انت ازاي تتكلم معاها بالطريقه دي؟ انت اصلك ما سمعتش كانت بتقول ايه؟ سلمى، اطلعي انت على اوضتك دلوقتي. طول ما انا عايش انا صاحب القرار هنا في البيت. انت مش من حقك تحاسبها وتقول لها رحت فين وجيتي منين. انت طول الوقت في المطعم، وحتى وانت في البيت ما بقتش حاسس بحاجه. يعني ايه مش حاسس بحاجه؟ مش حاسس بحاجه. ما هو مش معقول تكون عارف ان بنتك ليل نهار مع شريف وبنته وتبقى موافق على حاجه زي دي. انا اتكلمت معاها وهي وعدتني انها مش هتعمل اي حاجه تتكسف انها تقولها لي. على فكره طبتك دي بقى اللي هتودينا في 60 داهيه. انت ازاي تتكلم معايا بالطريقه دي؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ولا فاكر نفسك يا سيدي تكون كبرت عليا؟ انت اللي كبرت يا بابا على تصرفاتك. لما تبقى مع نوال وسايب بنتك يبقى انت اللي كبرت على تصرفاتك مش انا. اخلص واوعى اسمعك تاني تجيب سيره نوال على لسانك، انت فاهم ولا لا؟ ماشي، بس انا مش هسيب نوال تاخدك مننا، ومش هسيب شريف ياخد سلمى، وهو ده اللي عندي. انا ماشي. طمني يا دكتور. الحمد لله احسن، قدرنا ننقل لها دم عشان نعوض النزيف. طيب الحمد لله، يعني ما فيهاش اي كسور او محتاجه اي عمليه؟ لا 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 خالص، بس هي تعرضت لضرب مبرح كان السبب في اجهاضها. اجهاضها؟ ايوه. انت ما تعرفش انها كانت حامل ولا ايه؟ لا. تبقى مش جوزها؟ لا، ما هو انا فعلا مش جوزها، انا زميلها في الشغل. امال فين جوزها؟ ما هو تلاقيه، ما هو مسافر فعلا. حضرتك اللي جبتها المستشفى؟ ايوه فندم، وسبت صوره بطاقتي في الاستقبال تحت. يبقى هتستنى لغايه البوليس ما يجي. بوليس؟ ايوه، ما هي جايه في حادثه، وعشان كده بلغنا الشرطه. تمام تمام يا دكتور.